أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أخذ الكتاب بذهن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا تدري ليش يا شيخ نايف؟ ليه؟ لأنهم كانوا في الدنيا أعلى مرتبة من مراتب الدين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طيب تحاسبوا حساب يسير الشباب وعارفين انهم الان رايحين للجنة، كيف الطريق للجنة؟ الله أكبر، الطريق للجنة يا شيخ نايف يمشون هؤلاء الصالحين زمرة، مجموعات، جماعات. تصدق هم في الطريق قاعدين يستمتعون بماذا شخنا؟ يستمتعون بريحة الجنة، هم في الطريق قاعدين يشمون ريحة الجنة، رايحين للجنة وقاعدين يشمون ريحتها اللي تشمم مسيرة 100 عام. الله أكبر، بالله وصف لنا كيف هم رايحين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لأن الأرض مزرعة للجنة. الله أكبر. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء قال الله بعدها فنعم أجر العاملين. والله أنا بطير عقلي فرح وانا قاعد بس اتخيل ان احنا عند باب الجنه الان، بس كذا قاعد اتخيل ان عند باب الجنه. تخيل يا شيخ نايف ما توصل. ليه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس تخيل انك واقف خلاص بتدخل. الله اكبر. يا اخوان كم باب للجنه تدرون كم؟ 8 ابواب. الباب الواحد مسيرته يعني مسافته مسيره 40 سنه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام. بالله تخيل انك قاعد تزاحم على باب الجنة الان، والله العظيم لو حطيت رجلك اليمين مع باب الجنة مستحيل تخرج منها. ليه؟ لان الله عز وجل يقول خالدين فيها ابدا. كلمة أبدا هذه تجيب لك صداع. إلى متى أبدا يعني؟ يا الله أنت كم حتعيش في الدنيا؟ كم؟ 60 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة. خذ 200، يلا خذ 200 بعدين. خذ 200 سنة وبعدين سوف نموت. كم في الجنة؟ كم بتعيش؟ 100 سنة؟ خالدين فيها أبدا. مليون سنة؟ أكثر. مليار؟ أكثر. تريليون؟ أكثر. بليون؟ خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. بالله
تضيعك الدنيا عن هذه الجنة. يصبر 50 سنة 60 سنة ويمكن حتى ما أوصل 50 سنة 60 سنة وبعدين جنة خالد مخلد، والله لا أصبر. أقول الشيخ بدر يقول حط متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وكيف نعيمها الله أحبابي في الله ثمارها. الإنسان أول ما يدخل من باب الجنة يسمع نداء، نداء فيه الله أكبر، ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. دقيقة بالله، بالله عليك تخيل معايا، انت الآن مع الباب، مع باب الجنة، تسمع منادي الله يناديك ودخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. نرجع مرة ثانية، وما هم منها بمخرجين، والله ما يخرج، وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. إذا دخلت رجلك الأولى والله ما ترجع. الله أكبر. الإمام أحمد بن حنبل سأله قالوا له يا إمام متى الراحة متى ارتاح؟ قال حينما تضع أول قدم في الجنة. في الجنة.